هذا الفيديو انتشر بين الحج الكذاب والمراسل المصدوم. الحج هنا كذب كذبه وطبلوا بها الصفحات الولائية. مقدمة الشرقية ذاب أبوها. ماكو ثاني يوم انفضح الموضوع. بس شوفوا الحجي راح يدهرب لوحدة ها كبرها وخطاب راح ينصدم. شون؟ شون؟ زين خطاب انت ليش دا تنصدم ويا الكاميرا؟ انصدم ويا الحجي. ترى الحجي اللي قال مو الكاميرا اللي قالت. ايش اسمع اسمع. شون؟ بنتي هاي سارة؟ ايه. بنتك سارة؟ ايه سارة بنتي ايه. قناة الشرقية؟ ايه بالشرقية تطلع من العالم البرتقالي تعلق عليه. ايه؟ ايه هي هاي. عرفت ولادتها هناك مو هنا هي ولادتها. وبنتك ما تسأل عليها؟ بالاهواز. هلا بابا شلونك كانت قبل؟ شلونك بابا دير بالك على نفسك وهي لا فلس ولا انا ولا شيء. لا تقاعد لا رعاية وانا عسكري شاب. خطاب خطاب الكاميرا شعليها. ترى هذا دا يكذب الكاميرا ما له علاقة. ترى وشغلة ثانية ماكو وحدة اسمها سارة بالشرقية. زين خطاب انت مو كنت بالشرقية ما تعرف او حتى لو انت ما تعرف انه ماكو سارة بالشرقية؟ لو مشاها عليك لو شنو الوضع؟ تمام المهم حيل شوفوا مقدمة قناة الشرقية تذب ابوها بالشارع شوفوا حيل تمام؟ قالت لك المرة عمي بس استكنوا بس اوقفوا اعطيني الفيديو اللي وراه خلي يشوف خطاب والحجي هاي بان تمام من قناة الشرقية اللي حطوا صورها وقالوا هاي اللي ذاب ابوها بالشارع اسمع ردت عليهم مرحبا انا بان عدنان وهذا ابويا الاستاذ عدنان داوود سلمان طبعا اكيد هواي مستغربين انه دا نزل هيك نوع من الفيديو لكن هذا الفيديو راح اعتبره بمثابه رد على كل الفيديوهات والمنشورات المفبركه اللي نزلت البارحه وانتشرت للاسف بطريقه مبالغ بها على مواقع السوشيال ميديا طبعا هاي البيجات بدايه راح تحاسب محاسبه قانونيه لانه نشرت فيديوهات مفبركه وبطريقه غير صحيحه والهدف منها اكيد هو التشهير هذا الفيديو نزل اخذوا صورتي وحطوا اسم ثاني مستعار وربطوه مع فيديو لشخص كبير بالعمر طلع يقول انه انا بنتي تركتني وهي بنتي بقناه الشرقيه طبعا حتى ذكر انه اسم البنيه اسمها ساره اصلا ماكو بنيه او مذيعه بقناه الشرقيه لا من زمان ولا من جديد اسمها ساره هاي اولا ثاني شيء اني اسمي بان عدنان وليس الاسم المدعى والناس اللي اخذوا صورتي وحطوها وفبركوها ويا الفيديو مثل ما قلت راح يحاسبون محاسبه قانونيه من خلال الجرائم الالكترونيه اكيد موجوده بالعراق وايضا من خلال الجرائم الالكترونيه الموجوده بدوله الامارات مثل ما قلت اني بان عدنان كنت عايشه بكندا وحاليا مستقره بدبي وابوي عايش وياي من زمان يعني ما في يوم عرفته فهذا الفت شيء حابه اوضحه للناس اللي تحاول تشهر الناس اللي تحاول تنقل الفيديوهات بدون تفكير بدون وعي هذا ابوها البان قاعد يمها لا ذابته لا مسويه لا حاكيه المره نزلوا حطوا صورها على الفيديو ذاك رجعني عليه تمام مال خطاب شلون شلون هذا قال انا ابوها زين زين حجي انت يعني ما اعرف شو تريد واني ادري ومتاكد انه خطاب يعرف انه ماكو وحده اسمها ساره بالشرقيه فصايرين بس على مود الطشه المو مشكله عندهم يشققون العالم بس على مود الطشه تمام فحجي خليك قاعد بشارع الرشيد تمام وخطاب لا تنصدم تمام ترى الحجي كذاب والصفحات الولائيه اللي تريد تسقط الشرقيه وتسقط مقدمات الشرقيه كيفت اخذت الموضوع وبالاخير طلع ثاني يوم كله كذب وكلاوات وكالعاده الصفحات الولائيه اكلت ايه